سؤالك الثاني، ان كنت ملتزمة بالأذكار والتسابيح ولك ورد في القرآن وبتختمي كل شهر، وبقالك 4 أشهر مش ماسكة مش بتمسكي المصحف. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا مبدأ مهم جدا، وهو متوافق قوي مع الطبيعة الإنسانية اللي أحيانا يحصل لها نوع من الملل. أدوم العمل، يعني خير الأعمال إن الإنسان أدومه وإن قل. فلما الاقي نفسي في مرحله ان انا في فتور ومش قادره اجيب وردي زي ما كنت بجيب قبل كده، ومش قادره اختم زي ما كنت بختم قبل كده، فالتزم القليل، وبدل ما اقطع خالص التزم القليل من الاوراد لغايه ما ارجع تاني لحاله النشاط والجد في ان انا اجيب اورادي كما كنت انا بجيب. يبقى ولذلك هو من احب الاعمال الى الله ادومه وان قل، فنلتزم القليل عند حالة الفتور اللي هي من الطبيعي بتيجي للإنسان بين الحين والحين. نذكر برضو بكثرة الذكر، الإنسان يذكر الصلاة والسلام على رسول الله، عموم الأذكار الواردة، التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التحصينات وقدر طاقتنا لا ننسى أذكار الصباح والمساء. وعايز أقول حاجة، لما يكون لنا عادة في الخير نتكتم، مش أنا بختم القرآن كل شهر، أنا ما نتكلمش كتير في مثل ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الحفظ والحماية.